السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نشتغل exercise 1 عن درس algebraic expressions supplementary. عم بقول لي ب exercise 1 given that عطيني انه ال A B C D A B C D is rectangle. عم بقول لي انه هذا الشكل هو rectangle. السؤال هو show that برهن لي إنه the area يعني مساحة shaded part show that the area of the shaded part shaded part اللي هو هذا المظلل يعني القسم المظلل بدي برهن إنه مساحة القسم المظلل هذا is 3x square minus 5x minus 2 بدي برهنها بهذا الشكل. فإذا بدي برهن مساحة هذا القسم المظلل بهذا الشكل. طيب أنا لازم انتبه لشغلة انه اني معي هذا ريكتانجل، هذا الشكل كله هو ريكتانجل، واني بقدر اجيب مساحة الريكتانجل، ولكن اني اذا جبت الاريا للريكتانجل بكون عم جيب الاريا لكل هذا الشيء، لكل هاي الفجر الموجودة قدامي. طب اني بدي الاريا بس لهذا القسم المظلل بس، مش لهيدي الاريا كلها، مش لهاي الفجر كلها. لازم انتبه لشغلة انه مساحة هذا الريكتانجل كله مين بدي شيل منه لحتى يضل عندي بس هذا القسم، بس يضل عندي القسم المظلل. لازم اعرف انه مساحة الريكتانجل كلها اذا شلت منها هذه الشقفة البيضة اللي هي هذا الترينجل حيضل عندي هذه الشقفة المظللة. فاذا هذا الشيء اللي عم يسألني عنه، فاذا الشيء اللي لازم انتبه له انه الاريا للقسم المظلل هذا الشيدد بارت هي الاريا لكل هذا الريكتانجل ناقص هيدي الشقفة، يعني ناقص هذا التريانجل، فبيضل عندي هاي الشقفة. فهذا الشيء اللي بدي اكتبه انه مساحة القسم المظلل هي مساحة كل هذا الريكتانجل ناقص مساحة هذا التريانجل. فهذا الشيء اللي رح اكتبه الاريا of the shaded part بتساوي الاريا للريكتانجل اي بي سي دي ماينس الاريا للتريانجل اي دي اف. طب هلا انا شو مطلوب مني اعمل؟ شو لازم اعمل؟ بما اني قلت انه انا لاحسب الاريا للشيدد بارت بدي جيب الاريا للاي بي سي دي ماينس الاريا للاي دي اف. فاذا بدي احسب هاي الاريا وبدي احسب هيدي الاريا واخر شيء بنقصهم من بعض. خليني احسب هلا الاريا لل A B C D وال A B C D قايل لي بالسؤال انه هو ريكتانجل، واني بعرف انه الاريا للريكتانجل هي length times width هي الطول ضرب العرض equal. طيب ال length مين ال length؟ احول length هذا ال length عاطيني اياه 2x plus 3. فاذا 2x plus 3 times بدي اضربها مع الويتس، الويتس احو اعطيني اياه الويتس 2 انتو x minus 2 2 انتو x minus 2. بس اكيد اني كل هذا بدي اضربه مع كل هذا فلازم احطها بين parentheses equal. هلا هيدي ال 2 الافضل اني اجيبها لهون، اكيد هي مزبوطة هون ولكن الافضل اني اجيبها لهون. لحط ال 2 هون ضل عندي 2x plus 3 انتو x minus 2. هيدي هي الاريا للريكتانجل، ولكن نحن قلنا هون بده اياها بالاكسباندد فورم، فاذا انا شغلي لازم يكون بالاكسباندد فورم، ولكن هيدي فاكتورايزد فورم فبدي اعمل لها اكسباند. عندي 2 مضروبه بهذا مضروبه بهذا، ال 2 بحطها مثل ما هي بفتح بارانثيسز وببلش اضرب هودي على الديستربيوتيفيتي، يعني 2x مع x هي 2x سكوير، 2x مع minus 2 هي minus 4x، plus 3 مع x هي plus 3x، plus 3 مع minus 2 هي minus 6 equal. هلا ال 2 بدي اضربها بكل شيء جوا، فاذا 4x square minus 8x plus 6x minus 12 equal 4x square ما في غيرها minus 8x plus 6x
فإذا هيطلع عندي minus 2x minus 12. هيدي هي الاريا لل A B C D. لتطلع عندي الاريا للشيدد بارت بدي هيدي الاريا اللي جبتها نقص منها مساحة هيدا التريانجل. فحجيب مساحة هيدا التريانجل لشوف شو بتطلع معي. الاريا للتريانجل A D F شو بتساوي الاريا للتريانجل؟ بنعرف انه الاريا بتساوي بيس ضرب هايت اوفر 2. طيب كيف اعرف البيس والهايت بالتريانجل؟ لاعرف البيس والهايت بدي برم على زاوية 90. طيب هذا التريانجل A D F احي الانجل 90. هون الانجل 90. ليش هيدي 90؟ لانه هو قال لي بالسؤال انه هذا الشكل الكبير هو ريكتانجل. هيدي الزاوية 90. فإذا الدي اف هو البيس والدي اي هو الهايت. الخطين اللي عاملين 90 على بعض واحد منهم بيكون بيس وواحد منهم بيكون هايت. فإذا ايكوال البيس اللي هي x plus 5 تايمز الهايت اللي هو احو اللي هو الاي دي اللي هو 2 انتو x minus 2 over 2. هلأ 2 مع 2 في اختزالة حيضل عندي x plus 5 into x minus 2. حسبت الاريا انما هيدي الاريا طلعت معي بالفاكتورايزد فورم واني بدي اياها بالاكسباندد فورم. بعملها اكسباند رح تصير على الديستربيوتيفيتي اكيد x square minus 2x plus 5x minus 10 equal x square مثل ما هي 5x minus 2x هي 3x و minus 10. فإذا الاريا للريكتانجل هي بهذا الشكل والاريا للتريانجل هي بهذا الشكل. هلأ برجع للسؤال اللي سألني مساحة الشيدد بارت هي الاريا للريكتانجل الكبير ناقص الاريا للتريانجل. هأكفيها هون. فإذا then لحكتب هون الاريا of shaded part بتساوي الاريا لل ABCD احي طلعت معي بهذا الشكل. فاذا 4x square minus 2x minus 12 ناقص مساحة هذا التريانجل. هذا التريانجل مساحته طلعت x square plus 3x minus 10. بس اكيد انا بدي نقص كل هيدي الاريا فلازم احطها بين parentheses equal 4x square minus 2x minus 12 parentheses قبله minus فبقلب الاشارات minus x square minus 3x plus 10 equal x square. شو عندي 4x square minus x square فاذا 3x square الاكس عندي minus 2x minus 3x فإذا عندي minus 5x. الأرقام عندي minus 12 plus 10 فإذا minus 2. هيدي بتطلع الاريا للشيدد بارت مثل ما قال لي بدي برهنها طلعت معي نفس الشيء. هلأ فيني أنا اشتغل هذا السؤال بطريقة تاني على second way. كيف بدي اشتغل هذا السؤال بطريقة تاني؟ فإذا نفس السؤال بدي اشتغله in second way او second method. طيب هو قال لي بده الاريا للشيدد بارت بس ما الشيدد بارت مبين عندي انه شكله ترابيزويد. هذا الشكل هو ترابيزويد واني بعرف انه الاريا للترابيزويد اللي حسميه A B C F بدي يكون حافظها. الاريا هي sum of bases times height over 2. هيدي هي مساحة الترابيزويد equal. طب sum of bases مين إن البيس عند هذا الترابيزويد؟ كيف بعرف أني مين البيس ومين الهايت؟ مثل ما قلنا بالتريانجل برم وين في زاوية 90. هاي زاوية 90 وهاي زاوية 90. فإذا البي سي هو الهايت لانه الهايت بده يكون عامل 90 على 2 بيسز للترابيزويد. فاذا البي سي هو الهايت
من إن التو بيسز، التو بيسز هن الاف سي والاي بي. طيب فإذا sum of bases يعني حأكتبهم الخطوط من إن البيسز هن الاي بي زائد السي اف، هودي البيسز بدي أضربهم بالهايت، الهايت اللي هو بي سي، بس أكيد هون بدي حط parentheses على 2. طيب equal الـ AB بعرف قدي طوله، الـ AB عاطيني 2x plus 3 لحطها مثل ما هي plus CF. طيب الـ CF منو عاطيني طوله، في مشكلة. فإذا هذا الـ CF ما بعرف طوله، إنما أنا بعرف طول الـ DF. طيب الـ DF طوله x plus 5 هذا، والـ DC كله، كل الـ DC بيساوي 2x plus 3. لا، لأنه هن opposite sides of rectangle. فإذا الـ AB هو 2x plus 3، فإذا أكيد الـ DC حيكون 2x plus 3. طب إذا الـ DC 2x plus 3 وهذا x plus 5، كيف بعرف قديش الـ FC؟ بكل بساطة بنقصهم، كأني أنا عم أقول هاي كأني عم قول أني هيك. إذا عم قول إنه هذا الخط for example كله طوله 5 سنتيمتر، هذا الخط كله طوله 5 سنتيمتر. طيب إذا من هون لهون هيدي 3 سنتيمتر for example، قديش حيضل هاي؟ أكيد حيضل الله 2 سنتيمتر. لا، لأنه كله 5 وهاي أخذت 3، فإذا أكيد هيدي حتكون 2. كيف عرفت؟ الطول الخط كله اللي هو 5 نقصته من 3، فإذا طول الخط كله ناقص الشقفة اللي معي. نفس الحكي هون، ما أنا معي طول الخط كله، معي الدي سي كله اللي هو 2x plus 3، بنقص منه هاي الشقفة اللي هي الدي اف، فبيطلع معي قياس السي اف أو الاف سي. فإذا زائد السي اف هي مين؟ السي اف هي 2x plus 3، يعني هي الاي بي ماينس الدي اف، يعني ماينس اكس بلس 5. بس اكيد الماينس هي لكل الاكس بلس 5، فاذا هون هودي هن مين؟ 2x بلس 3 ماينس اكس بلس 5، هودي هن طول هذا السي اف، هاو كلهم بدي اضربهم مع البي سي. البي سي هو اكيد قد الاي دي اللي هو 2 انتو اكس ماينس 2، بس بدي انتبه انه هاو كلهم بدي اضربهم مع هاي، فلازم حطها هون بين براكتس. over 2 equal، طيب انا عندي براكت، فورا البراكت بصير parentheses. شو عندي هون؟ 2x plus 2x رح اعملها 4x plus 3 plus 3 هي plus 6، parentheses قبله minus فبصير minus x minus 5 times 2 into x minus 2 over 2 equal 2 مع 2 في اختزلها، ضل عندي 4x minus x اللي هي 3x plus 1 into x minus 2. هيدي هي الاريا للشيدد بارت، بس هو كان عم قول لي برهنها بهذا الشكل، بدها تكون expanded، بعملها expand على distributivity. فاذا 3x square minus 6x plus x minus 2 حتطلع 3x square minus 5x minus 2. هاي الاريا للترابيزويد شيدد بارت مثل ما طلب مني بالضبط.